ايه اللي المفروض تكون متوقعه لما تروح تطلب خدمة طبية او خدمة صحية من مركز كبير ومشهور؟ المفروض تكون متوقع خدمة جيدة مقابل او يعني على قد المبالغ اللي بتدفعها، ولو رايح مؤسسة حكومية بتبقى متوقع برضو معاملة جيدة قدر اهتمام الدولة بانه في شخص تنقذ حياته. الحقيقة ملفنا النهاردة مش عن المستشفيات الحكومية، لأنه لها ما لها وعليها ما عليها وعندها تحديات كتير. أزمتنا النهاردة في المراكز الخاصة والمستشفيات الخاصة والعيادات اللي بيحصل فيها عمليات، واللي الناس بتدفع حياتها تمن غلطات ما هياش مضاعفات طبية ولا حد توفي يعني بسبب أنه ده عمره، لكن الناس بتدفع أخطاء وإهمال وقلة ضمير وتطبيخ الحاجات بأشكال كتيرة. النهاردة يعني احنا مش عارفين نقول ايه، لكن احنا معانا بنت احد ضحايا الإهمال الطبي، الأستاذة دكتورة ماري شوش. ماري بشرى، اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك. احنا الاول بنعزيكي وبنقول لك عايزين نسمع منك ونعرف ايه اللي حصل مع والدك. هو اليوم الخميس اللي كان موافق 14/9، يعني من 20 يوم تقريبا، بابا كان رايح سايق العربية وطالع المفروض في مركز كبير إشعة وليه فروع كتيرة في مصر، فرع المرغني. طلع وكان هيعمل المفروض إشعتين على القلب اللي هي الإيكو دي بالجل عادي، وفي الإشعة المقطعية سيتي سكان دي بتستعمل الصبغة ليها. وفعلا بابا دخل ومشي في الإجراءات وركبوا له الكانيولا، إن هو المفروض يعني في أي بلد سوري يعني محترمة لازم يتعمل تيست للصبغة دي. وفعلا هو بابا ركبوا له الكانيول. غلطة البلد، غلطة البني ادمين اللي مش في ازمة ضمير يعني بشعة دلوقتي. فعلا وبيدفع ثمنها ناس ضحايا ابرياء ما لهمش ذنب. اوكي. ادوله المفروض ان في تيست بيتعمل، ادوله جزء، ركبوا له الكانيول وادوله جزء المفروض من التيست، وجه دوره في الايكو. ونشكر ربنا ان هو عمل الايكو قبل الاشعه المقطعيه اللي بالصبغه. وفعلا بابا راح عمل الايكو ودكتوره القلب طمنته جدا وقالت له كفاءه القلب 73%، بالنسبه لسن بابا ممتاز جدا. عنده كام سنه دكتور؟ 68. وكان في امل ضغط؟ عنده ضغط، عنده سكر، عنده امراض؟ كله كنترولد، كله كنترولد وما فيش مشكله. احنا كنا بنعمل كاتشيك اب، الدكتور عايز يطمن. ونشكر ربنا الايكو طلع كويس وكفاءه 73%. طب اختبار الصبغه اتعمل ولا ما هو بابا يعني قال لنا ان هو ركبوا له الكانيولا وادوا له سلاين محلول ملح، ومفروض ان برده في جزء من الصبغه هم كاتبين في الـ الريبورت بتاع الاشعه ان هو ادوا له 5 مللي من الصبغه. ده اللي هو التست اختبار الحساسيه المفروض. انا اخواتي كانوا مع بابا فلاحظوا ان بابا ايديه ورمت واحمرت من هنا، فقالوا له يا بابا انت تقريبا في شبه كده في حساسيه ظاهره عندك على مكان الكانيولا. قال لهم انا على العموم انا هبلغهم، قال لهم المفروض عشان بابايا صيدلي واحنا المشكله ان احنا صيادله ففاهمين ايه اللي حصل برده مع بابا. قالوا هو هيدوني حاجه للحساسيه وهيدوني كورتيزون والدنيا هتمشي. وفعلا بابا دخل وقال لهم ان في يعني في حساسية. حاسس، قالوا له لا ده انت مكان ما هرشتها كده لكن دي ما تعتبرش حساسيه. اوكي. بابا دخل. معلش انا اقف عند دي، الدكاتره الاطباء بقى لما بقى حصل اللي حصل وحكيت لهم قالوا لكم مهدين دي كانت حساسيه ولا هم يعني كان في تهوين في الموضوع ولا ما هو انا هقول لحضرتك احنا حاولنا ننقذ ما يمكن انقاذه، نقلناه مستشفى بعدها ما لقينا. بس هقول لحضرتك بابا عمل الايكو، نشكر ربنا ان برضو بالتوقيتات كلها يعني التايم مكتوب على الاشعه، جايب لنا حتى صور الايكو. الريبورت طالع باسم المكان وبالتايم بتاعهم. الايكو بابا عمله 8 ل 5 بالظبط. اوكي. نزل عمل المقطعيه كانت 8 و19 دقيقه باينه في الصور. اوكي. دخل عشان يعمل المقطعيه 8 19 دقيقه. انا اخواتي كانوا مع بابا لاحظوا ان بابا اتاخر شويه وحسوا ان في قلق، قالوا لهم بابا فين؟ قالوا لهم الاول لقوا ناس بتجري وعايزين دكتور تخدير وما اعرفش ايه والكلام ده، فقعدوا سالوا على بابا حسوا ان في حاجه، قالوا لهم لا ده الجهاز فيه قدامه واحد وبابا هيطلع بعد كده على الجهاز وبعد كده قدامه 10 دقايق وهيخلص، لا ده الجهاز عطل، المهم بيتوهوا. انا بس معلش هقطع كلامك، اصل ده السيناريو المتبع في كل الاخطاء الطبيه، انه الاول يضيعوا ساعه او ساعتين من حياه المريض عشان يكذبوا. هي خلصت. هي الفكره ان هو احنا اتبلغنا بقى بعدها بقد ايه ان بابا يعني تعبان، قالوا لنا تعبان شويه، اللي هي كانت كام؟ عدى ساعه و10 دقايق مثلا.
وده هيبان في ايه؟ ان احنا ابتدينا بلاغ الاسعاف بنطلب الاسعاف اوكي، بعدها هيبان ان احنا طلبنا الاسعاف الساعه كام، فبابا دخل الساعه كام الاشاعه والاسعاف الطلب الساعه كام؟ دخل 8 وربع طلبته الاسعاف الساعه كام؟ 9 ونص تقريبا، 9 ونص الى 5 بالظبط اوكي. عدى قد ايه تايم؟ قد ايه؟ مش اقل من ساعه، ساعه وحاجه اوكي. طبعا انا اما اخواتي بعدها بقى شويه جه رئيس المركز، انتوا فين؟ احنا عمالين ندور عليكم، ندور علينا فين حضرتك؟ ده احنا واقفين قدام الباب عمالين نسال الحاله فين؟ قال لهم لا ده احنا عمالين ننادي بقى لنا نص ساعه. نص ساعه ايه؟ اصل بابا تعب شويه. اخويا صراحه قال لهم، راح زقهم قال لهم بابا فين؟ دخل لقى بابا هدومه يعني متمزقه بالطول، وكان يلهنا وبيحاولوا، بابا فاقد الوعي. فاقد الوعي، اللي هم اصلا اللي واقفين نفسهم غير مؤهلين بالمره ان هو ينقذوه. يعني بابا تعب على الجهاز اصلا ومحدش حس بيه، لان باينه في الريبورت بتاع الاشاعه هم كاتبين المفروض ان هو المريض في الاشاعه السيتي سكان دي اللي بالصبغه بيقول له خد نفس واكتم النفس، كاتبين نوتا بينا هنا ان هو ما كانش قادر يعمل كنترول على النفس. طب انتوا فين اصلا؟ مين المريض نايم؟ معرفتش. طب اللي كانوا واقفين فنيين ولا اطباء على الجهاز؟ هي المشكله انه واضح ان سوري جزء فنيين او الله اعلم دكاتره، يعني انا غير مؤهلين واضح جدا، لان حتى بابا اما اخواتي دخلوا ما كانش في نبض عند بابا، هم حاولوا يعملوا له اسعافات اوليه. ما هو ده سؤالي بقى يا ماري، هو منين عرفت ان هم ما حاولوش صح؟ يعني ما هم ممكن في الفتره دي كانوا بيحاولوا ينقذوه. هقول لحضرتك الدكتوره بتاعت القلب اللي عملت دي، لازم دكتور قلب متخصص اللي يعمل الايكو. الدكتوره كانت نزلت مشيت، كلموها بلغوها، لفت ورجعت. طبعا حضرتك في شوارع مصر عشان تلف وتنقذ مريض يعني هو عايز معجزه من عند ربنا. يعني دكتوره الايكو ما كانتش موجوده وقت ما كانت نزلت عملت الايكو وروحت. ده هي اللي قالت لنا انا كلموني ولفت تاني ورجعت، فابتدت تطلب حقن عشان تحاول تساعد استعاده نشاط القلب تاني، ان القلب يشتغل. بس للاسف قالوا لها مش موجوده، ناقصه. فانتوا حضراتكم سوري يعني بتعملوا حاجه انتوا فين اصلا؟ يعني ولا غير مؤهلين. انا اصلا انا كلموني جيت من البيت لحد المركز، وكان الاسعاف طبعا لسه ما وصلش، لان احنا عرفنا بعدها بساعه وحاجه. كان دخلت على بابا لقيته كده، قلت لهم مركز طويل عريض ما فيهوش حتى عربيه اسعاف تنقذ، متوقع ان يحصل حاله زي كده. يعني ولا انتوا عندكم اسعافات ولا قادرين تسعفوه، واقفين تتفرجوا على الحاله انها خلصت بين ايديكم، ويا دوبك سوري هم شغلوه منظر عشان الحاله تنزل كده من قدامهم، ما تبقاش. لاني انا يعني ايه، احنا الحاله لو كانت كده كنا لازم هعمل محضر اثبات حاله، بس كان املي ان حتى لو 1% ننقذ بابا. وبعد كده الاسعاف خدته تحت بعدها اشرافهم، تحت اشراف بقى المركز ولا المركز شال ايده من الموضوع خلاص؟ هو مشكله انا قلت لهم انتوا ولا بلغتونا ولا كلفتوا خاطركم تطلبوا اسعاف، انتوا ما بلغتوناش لو بتطلبوا انتوا اسعاف ولا حتى عندكم عربيه اسعاف عشان تيجي تنقذ، عشان طوارئ يعني زيت. حتى يعني سوري اي مكان محترم لازم حتى فيه عربيه اسعاف، متوقع ان يحصل حاجه زي كده. يعني انتوا ولا مؤهلين تنقذوا حاله ولا حتى عندكم وسائل انقاذ. ده انا حتى الاسعاف لما جه هم حطوا البابا زي اير شامب حاجه تيوب كده وحاجه يضغطوا، عشان انا عارفه هو ديكور منظر منزلين بابا كده، وصلنا لحد الدور تحت عشان يركبوا الاسعاف، عايزين ياخدوها. بس دي عهده. عهده ايه؟ عهده ايه يعني؟ انت خلصت من حاله، احنا مش هسيب حق بابا. هو خلاص ربنا اراد كده وكان بسماح من ربنا، لكن حق بابا انا مش هسيب. طيب بعد كده بعد الاسعاف انا عايز اعرف بس موقفهم القانوني، يعني هم هل سابوا الحاله بقى في الاسعاف وخلاص الموضوع بالنسبه لهم؟ خلاص ما لهمش دعوه، احنا خلاص. اقرب مستشفى. ايه التقرير اللي طلع من المركز الاشعه؟ احنا طلعوا ان نشكر ربنا ان الاشعاعات كلها كويسه والسيتي سكان طالعه كويسه، انا اخذتها لدكتور القلب بعدها. يعني بصفتك صيدلانيه معلش اشرحي لنا يعني اللي حصل كان انتر اكشن او تفاعل الدواء او الصبغه وما تلحقش. طبعا ما تلحقش، لان الريبورت اللي احنا اول ما وصلنا المستشفى، اقرب مستشفى كان في شارع الثوره، وصلناها باين جدا ان في حاجه اسمها احتشاء في عضله القلب وتقلص حاد. احنا دخلنا وصلنا ان عملنا قسطره وركبنا دعامتين، طبعا اللي باين القسطره الريبورت بتاع القسطره باين ان في تقلص حاد، وطبعا ضيق في الشرايين ده عمل نتيجه السبازم الحساسيه بتعمل تقلص جامد في الاوعيه الدمويه، فطبعا ده باين ان هو من الحساسيه. تقرير الدكتور بقى بعد كده لما رحتوا بالاسعاف على مستشفى ثاني، ما هي المستشفى ده تقرير المستشفى، تقريرها هي نفسها المستشفى. كتبوا ان طبعا الحاله هي واصله شبه خلصانه. شبه ولا كان نبض؟ هو النبض كان 50 على 30، وقالوا لنا احنا عندنا امل 10% ان ممكن ندي ادويه ونلحق. طبعا انا يعني حتى لو 1% مش هنسيب بابا، يعني اصل بابا ما بيبقاش رايح سايق سوري ورايح لحد مكان برجله وينزل سوري في اسعاف يعني.
انا بس للي بيشوفنا ومش مش يعني مش ملم جدا بفكره يعني ايه حساسيه من دواء. اي ست طبيعيه بتصبغ شعرها مثلا، صبغه الشعر بيتعمل لها اختبار حساسيه، في حاجات بسيطه جدا بتعمل لها اختبار حساسيه، فما بالكوا بصبغه بتمشي في كل الاورده والشرايين في الجسم عشان تبين صوره كامله. فالصبغه دي محتاجه اختبار حساسيه، واختبار حساسيه اتعمل وتجاهلوا تقريبا. طبعا هم انا يعني اشك ان في حد مؤهل ويشوف ان الحاله دي فيها حساسيه ونكمل كده. سؤال بس سوري معلش، اصل هي الاشاعه مش رخيصه. فانت الحاله دي انت لو قلت له لا انت عندك حساسيه هتدي له فلوس ولا يعني خلاص الحياه البني ادم دي مقابل يعني انت معتقده يعني انهم تجاهلوا الحساسيه؟ تجاهلوها عشان لا الإشاعة؟ طبعا لا مش تجاهلوها بس هم يعني استهيفوا سوري الموضوع يعني. طيب ناخد مداخله. استاذه منى من البحيره اهلا بيكي، مساء الخير. ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. احنا دخلنا على معهد الكبد القومي بشبين الكوم على انه معهد حكومي ومكان محترم جدا، هو نظيف والناس اللي فيه كويسين، بس والله الحالة بتاعتنا اللي موجودة فيه تكاد ان تكون يعني خلاص انتهت هتموت، بقالنا شهر ونص فيه على عملية واحنا ناس يعني على قد حالنا. معلش حضرتك وضحي لي يعني هي الحالة واقفة مستنية دورها في العمليات؟ ده يا ريت هم استنزفونا فلوس على انها مستنية دورها. بس ما فيش والله يعني حضرتك، دفعنا فلوس واستلفنا فلوس وخلصنا ورحنا عشان نعمل عملية زي ما اتفقوا معانا أجلوها، والبنت والله حياتها بتنتهي. لو حد منكم حتى يسمع صوتي ويروح معهد الكبد في حجرة 406 والله لا يشوف الحالة هتموت. طب حضرتك اتفضلي قولي اسم المريضة والحالة وكله واحنا هننشد السيد وزير الصحة لمتابعتها. الله يسترها معاك. هالة صلاح الدين محمد في معهد غرفة 406 معهد الكبد بشبين الكوم، هالة صلاح الدين محمد الكبد القومي. تمام. ده احنا دفعنا 11000 حضرتك او 12000 او 13000. هي منتظرة زرع كبد ولا منتظرة عملية ايه؟ لا حضرتك احنا عملنا كمان عملنا بره عملية استئصال مرارة ودخلنا عندهم بحجة انه منظار، دخلونا منظار ودخلونا عملية تانية ودخلوا خدوا فلوس وطردونا مشونا مرة ورجعونا تاني وعايزين يمشونا تاني ولسه ما عملوش العملية. طيب يا استاذة منى احنا بنشكرك، ومعانا ماجد من اسكندرية. اهلا استاذ ماجد. اهلا يا فندم. اتفضل. الو. اتفضل. انا معايا مشكلة شخصية مع الدكتور. كنت مثبت الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والولة العجزية بشريحتين واربع مسامير. جاني انزلاق في الفقرة الثانية والثالثة القطنية. الدكتور لما دخلت اوضه العمليات شال الشرايح والمسامير، كسر لي الثلاث فقرات الثالثة القطنية والرابعة والخامسة، وقطع لي الجافية بتاعت السائل بتاع النخاع الشوكي. طلعني من المستشفى، خلاني في المستشفى اربع ايام، وبعدين طلعني من غير ما يعالج الخطأ ومن غير ما يقول لي. قعدت في البيت اربع ايام، نزيف سائل ابيض بينزل بتاع النخاع الشوكي من ظهري، اروح له المستشفى راح مخيط لي الجرح من الخارج وشال الدريسنج الموجود وحط لي الدريسنج مطاطي وبلاستر وقفل عليه جامد، خلى السائل بتاع النخاع الشوكي تجمع في ظهري. بعد 14 يوم رحت له العياده، فبقول له ان انا جسمي تقيل ورجليا مش قادر اتحرك تاني وتقل، يقول لي لا ما تخافش انت كويس، بس تعالى لي بعد اسبوع هنفك الغرز. تاني يوم فقدت الاحساس بالكامل من اول الحوض لغايه صابع رجلي. جبت الصبح عربيه اسعاف خدتني على المستشفى، حجزوني طبعا في المستشفى وعملت اشعه رنين مغناطيسي. هو قال لي هاجي لك بالليل ما جانيش. تاني يوم الصبح انا رحت للدكتور خارجي، اخواتي مش انا اللي رحت، اخواتي والمدام راحوا لدكتور خارجي، فشاف الاشعه استغرب، قال لهم طب هو حالته ايه دلوقتي؟ قالوا له ده نايم في المستشفى وفقد الاحساس بالجزء الاسفل بالكامل. انا قعدت 55 يوم في المستشفى بتحرك على السرير بملايه السرير. المهم تاني يوم هو جاني، قلت له لو سمحت يا دكتور اقعد هنا قدامي قول لي انت عملت فيا ايه؟ انا رايح لك على رجليا في العياده، انت خليتني قاعد على الفراش مش عارف اتحرك ومش عارف مش عارف اقضي حتى على الفراش. قال لي اصبر معايا ده قضاء وقدر وان شاء الله هتخف وان شاء الله هتبقى كويس. المهم الدكتور الخارجي التاني اللي احنا رحنا له طلب مني اشعه ترانين. هو بس عشان الوقت يا استاذ ماجد، ايه اللي عرفته انه كان خطا طبي واللي انت يعني اللي هو فعلا ما هواش مضاعفات طبيعيه للعمليه؟ ايه اللي انت بتتهم بيه الدكتور اللي عمل لك العمليه؟
الاشاعات اللي قبل العمليه. الو ايوه معاك. ايوه فندم. الاشاعات اللي قبل العمليه كان عندي انا الفقره الرابعه والخامسه كانوا كويسين، هو وهو بيجري العمليه كسر الفقره الثالثه والرابعه والخامسه ومظبوطه في اشعه الرنين المغناطيسي اللي اتعملت بعد العمليه. ايه الاجراء اللي حصل مع الدكتور ده حضرتك؟ الاجراء اللي حصل مع الدكتور حضرتك عملت ايه معاه؟ الاجراء حصل عندي صديد والسي ار بي. لا مع الدكتور اقصد، اقول حضرتك طلبت، اشتكيت، طلبت حقك، عملت قضيه. انا فندم سافرت المانيا ورحت بالطياره استريتش، انا كنت ممدد على السرير ما كنتش بتحرك. انا في المانيا اتعمل لي 3 شرايح و18 مسمار اتحطوا في ظهري. بشكرك. بسال عن الدكتور، الدكتور ده لسه بيمارس عمله وبيعمل عمليات؟ اخطاء كتيره في اسكندريه. بشكرك يا استاذ ماجد. بشكرك. ناخد استاذه زينب من شبرا. استاذه زينب اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا مريض الضغط مخ واعصاب. تمام. فعملت سنون 6 مرات، سنون في المخ. فمرادي المفروض يتغير من اخر اسبوع في رمضان، وانا عماله اوصلهم يطلبوا مني اشعاعات وتحاليل ويعملوا بس، وارتفاع المخ عمل دموع في عصب العين. ومش عاوزين يغيروا لي السمع. تمام. طيب، معانا حد تاني؟ تاني نرجع لماري. الراجل دخل على رجله خارج مشلول. وهي ماري بتقول نفس الحكايه، باباها دخل على رجله. انا برضو معلش عايزه اقول حاجه، انا بس عشان الدليل ان هو مينلي اللي حصل مشكله من الصبغه. انا الايكو طالعه كويسه. انا طبعا هو الكلام ده يوم الخميس، يوم الجمعه اتصلوا علينا حد من المركز يطمن على بابا، لان هم عارفين ان هي الدنيا خلصانه يعني، بس عرفوا ان هو يعني خلاص. يوم الاحد المفروض كان الريبورت يطلع، في يعني جوزي راح عشان ياخدوه الريبورت، قالوا له هو فين بشرى اللي هو والدي. قال لهم ليه هو لازم هو اللي يجي ياخد الريبورت؟ قالوا له لا بس ده توفى. قال لهم اتوفى ما توفاش، انتوا واخدين حقكم، انا عايز الريبورت اللي هو الاشعه اللي المفروض عملها بالظبط. قالوا له لا بكره على الاثنين. قال لهم لا هي ميعادها النهارده. انا هاخدها النهارده. وفعلا اخويا راح، ولولا ان عملوا معاهم مشاده وسجلوا لهم فيديو وهم مش واخدين بالهم، استنوا ربع ساعه، نص ساعه، نص ساعه، وفعلا قعدوا معاهم لحد 9:30 لحد ما اخذوا الريبورت. الريبورت اصلا اوريدي يدينهم ان بابا حالته كويسه، وانا وديتها لدكتور القلب وقال لي الريبورت بتاع حتى اللي هو الاشاعه، قال لي هي في حاجه في شريان فرعي، بس طبعا ما عملش كده، وواضح ان اللي حصل عند باباكي حاجه حساسيه جامده. طب انت بصفتك دكتوره ما فيش تحليل معين يدينا نتيجه مباشره ان المرحوم كان عنده حساسيه من الصبغه؟ هو انا هقول لحضرتك بابا عامل هو التست ده، بتكلم عشان اصل عارفه كون ان هو داخل كويس او داخل مش كويس، ده ممكن يعني ممكن واحد داخل كويس ويحصل له دروب في العمليه. لكن هو السؤال هل نقدر علميا يثبت، انتوا صيادله الاثنين، هل ممكن علميا يثبت ان فلان ده كان ضد او عنده حساسيه ضد الصبغه دي؟ هو المفروض كان باين الاحمرار ده طبيعي. ان دلوقتي هقول لحضرتك، انا هقول لحضرتك هو بابا شبه تقريبا، هم بقول لحضرتك نزلوه منظر بس سوري يعني يا دوبك نفس كده خفيف يعني. انا انا يعني انا كان املي في ربنا يعني، انا شايفاه كده. المهم ان هو بابا الاشاعات دي اللي هي خصوصا اللي بالصبغه بيبقى فيه تيست معمول للوظائف الكلى كلها طالعه نورمال، وبابا عامل وظائف يعني معايا الصور وسبتها برده باينه انها كلها كانت نورمال وكويسه. لما احنا نقلناه بالاسعاف المستشفى اللي هي في شارع الثوره اقرب واحده يعني، عملوا له اختبارات. طيب دكتور مين معلش، معانا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور خالد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. دكتور ما اعرفش حضرتك سمعت الواقعه ولا لا، طبعا احنا متحفظين على ذكر اسم المركز لاعتبارات يعني ان ده خاضع للتحقيق حاليا، ولكن الاخطاء الطبيه احنا عايزين نوجه للساده المشاهدين نقول لهم لو حصل خطا طبي ايه الخطوات اللي يعملوها؟ لا يعني هو انا بس احب اعرف القصه، لكن الخطا الطبي حسب نوع الخطا الطبي في اجراءات قانونيه بيتم اتخاذها، لكن طبعا بتفرق من حاله الى اخرى. فانا معلش يعني. طب دكتوره ميري هتحكي لحضرتك في 10 ثواني الخطا بتاعها، ممكن دكتوره اتفضلي. اوكي. انا بابا رايح سايق، المفروض مركز اشاعه مش مستشفى يعني، ماشي على رجله اوكي، ودخل عمل مطلوب، كان هيعمل الايكو والاشاعه المقطعيه اللي هي بالصبغه، عمل الايكو طلعت كويسه بالنسبه لسنه ممتازه 73%، المفروض ان عملوا له التست بتاع الحساسيه وظهر ان في جزء من الحساسيه
بابا كصيدلي عرف ان هو مفروض يعني طبيعي ان هيديله حاجه للحساسيه وكورتيزون ده كحاجه تتلحق. قالوا له لا لا دي مش حساسيه، انت هرشها كده وخلاص. طبعا بابا دخل الاشاعه المفروض 8 و19 دقيقه بالظبط، لغايه 9:25 بابا ما خرجش. طبعا لولا بالخناق والقلق بقى، وطبعا لما المركز فدي نطقوه طبعا عشان ما تبانش الفضيحه قدام الناس اللي جايه، الله اعلم ربنا يستر عليهم يعني، استنى اما الدنيا تفضى عشان يبلغونا ان بابا تعب شويه، اما نخش نلاقيه فاقد الوعي ننقله المستشفى يقولوا لنا زيرو ريسبونس، البرين المخ بتاعه زيرو ريسبونس. فايه اللي يوصلنا لحاله زي كده؟ والريبورت بتاع الاشعه بتاع القلب اللي هي السي تي سكان طالعه برده كويسه. دكتور يعني معلش انا عارف وقت حضرتك، باختصار هي اعتقد الواضح ان في خطا او حساسيه للصبغه ادت للوفاه، ايه الخطوات اللي دكتوره ميري او غيرها ممكن يعملوها؟ يعني البقال اولا، ثانيا وعلى فكره دي بابا مش اول حاله برده بخصوص الصبغه. يعني خليني اقول لحضرتك طبعا يعني احنا بعتبر دي بمثابة ان حضرتك تقدمتي بشكوى رسمي في الوزارة، تقدمنا وزارة ورحنا نقابة الصيادلة، ونقابة الصيادلة نشكرهم جدا ان مشيوا معانا، وهم رفعوا قضية، المحامي بتاع النقابة يرفع قضية، وتقدمنا بطلب للطب الحر، وفعلا نزل تفتيش على المركز ولقوا 8 مخالفات وقدموا طلب بغلق المكان، وهنمشي معاهم قانوني جدا، وهنحاول نرفق الورق بتاع المخالفات، بس المحامي هو طبعا هيمشي وهيترفق مع المحضر، لان احنا مش هنسيب حق بابا بس، ده حق ناس كتير، كذا حد راح وناس ممكن تروح. بس انا يا دكتور مين، يا دكتور خالد انا بس عاوز حضرتك تخليك معانا من فضلك على التليفون، لانه فرصه وجود حضرتك، احنا معانا عدد كبير جدا من الحالات بيتصل على الهواء بسبب اخطاء طبيه، طبعا حضرتك مش هتقدر تاخدها كلها، لكن معانا اللي هو فرج العبد من اسكندريه، اتمنى بس حضرتك تفضل معانا على التليفون. سياده اللي هو اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. سياده اللي هو انا والله عندي مشكله كده حصلت لزوجتي، هي دكتوره في مستشفى القوات المسلحه مدني، وراحت تعمل عمليه غضروف عنقي عند طبيب مشهور في اسكندريه. ايوه، ما فيش داعي ذكر اسمه، ولو حابب اذكر اسمه اذكر اسمه. لو لا يا فندم لا اتفضل قول اللي حصل لحضرتك. تمام. راحت له وقال لها انت عشان زميل هاخد منك مبلغ قد كده، وانا بشتغل في المستشفى الفلانيه والمستشفى الفلانيه، وهدخل ايه اللي حصل في العمليه؟ خرجت من العمليات بعد ما دخلت العمليات في المستشفى الخاص من 8 الصبح لغايه 2:30 الظهر، خرجت ما فيش، وهو سابها ومشي هو والمساعد بتاعه، وطلعت على العنايه فايقه وكويسه، ما فيش 10 دقائق وجاء نزيف داخلي عمل انسداد في القصبة الهوائية، راحت في غيبوبة، جم جاري طبعا الدكاترة بتوع العناية عملوا لها اللي هو الصدمات، فائت تاني طبعا فائت بس في غيبوبة، ودخلوها العمليات تاني، انا اتصلت بيه جبته من بره تاني، دخل العمليات فتح نفس المكان وازال التجلط ده، وطلعت منه على العناية المركزة في ديب كوما كاملة، وبعد كده توفت. ده كان امتى يا سيادة اللواء معلش؟ امتى الواقع بالظبط؟ ده الكلام ده من سنتين بالظبط. طب وخلال السنتين دول حضرتك عملت شكاوي او يعني خدت اجراءات؟ انا بعت لكل الناس. طيب السؤال، الطبيب اللي عملها العملية لسه بيمارس عمله؟ لسه بيشتغل؟ بيمارس عمله في كليه الطب بيدرس. بشكرك سياده اللواء. معانا دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزاره الصحه، من فضلك يا دكتور احنا عندنا الاف من الشكاوي اللي نقولها لك، وعن الناس اللي بتدخل تعمل تولد طفل ولاده طبيعيه وتخرج في حاله كوما برضو، ويخبي الاطباء تفاصيل كتير، عندنا حالات كتير، رد حضرتك على ده والتصرف الطبيعي اللي اهل المريض يقدروا يعملوه بسرعه ممكن ينقذوا بيه حياه ذويهم. شوف يا فندم، الخطا الطبي بيتم التعامل معاه مش من خلال شقين، شكوتين، جهتين منوطين بمحاسبه الطبيب والتعامل مع المركز، سواء كان المركز الخاص او عياده خاصه او مركز اشعه زي ما ذكر، بيبقى كالاتي: الجهه الاولى وزاره الصحه،
والجهه الثانيه نقابه الاطباء. النهارده وزاره الصحه بتتعامل يعني مثلا في موقف المعمل الاشعه او مركز الاشعه على طول بيتم تشكيل لجنه من العلاج الحر زي ما قالت الدكتور ميري، وبتنزل اللجنه وبتفحص الامر وبيتم احاله الامر كله للتحقيق، واذا ثبت الخطا طبعا بيتم محاسبه الطبيب المسؤول اولا، وبيتم غلق المركز او المكان سواء كان اللي اتعمل فيه اشعه او عمليه او خلافه. الشق الثاني وهو الشكوى اللي بتقدم من نقابه الاطباء، نقابه الاطباء من خلال لجنه اداب المهنه في النقابه بتملك محاسبه الطبيب، بتملك سحب ترخيص مزاوله المهنه من الطبيب، بتملك فصله يعني ما يزاولش المهنه مره اخرى زي ما حضرتك سالت سياده اللواء. ففي اجراءات صارمه للتعامل مع الخطا الطبي، وفي حالات كتير امثله كتير للاسف الاخطاء الطبيه بتتكرر كثيرا، ولكن في امثله كتير تم التعامل معاها واطباء كثيرين يعني تم ايقافهم او سحب تراخيص مزاوله منهم اذا ثبت الخطا عليهم بالفعل. فالنهارده في حاله الدكتوره ميري هي تقدمت طبقا لكلامها بشكوى للعلاج الحر، وانا يعني هاخد التفاصيل من الاعداد عن حضرتك وهعود للدكتور علي محروس رئيس الاداره المركزيه للعلاج الحر، وهو المسؤول عن مراقبه كل الاماكن الخاصه على مستوى الجمهوريه من الناحيه الفنيه، وهرجع له وهشوف ايه اللي اتعمل في شكوى الدكتوره ميري ووالدها رحمه الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني يا ريت اي خطا طبي النهارده في اي عياده خاصه او مكان خاص، لان الاماكن دي للاسف يعني بيمارس فيها الموضوع بشكل هم يعني اللي فاتح مركز خاص بيفتكر ان هو لا يخضع للقوانين ولا يخضع للشروط، وده طبعا غير صحيح. احنا في كم من العيادات الخاصه والمستشفيات بيتم المراقبه عليها او بنلاقي طبعا اخطاء فادحه وبيتم التعامل معاها واغلاقها، ومفيش حد فوق القانون ايا كان هو مين. بالفعل يعني احنا قفلنا اماكن كثيره جدا قبل كده، وفي اخطاء كثيره تم احالتها للتحقيق واتخذ فيها جزاءات. فيعني خليني اقول لحضرتك هنتابع مع الدكتوره ميري مشكلتها، ولكن مهم جدا كمان ان انا اتقدم بشكوى لنقابه الاطباء، لان هي تملك فعلا محاسبه الطبيب اللي بيعمل شكرا. عمليه او اللي بيعمل بالظبط تملك محاسبته، وتملك سحب ترخيص مزاوله المهنه، وتملك من خلال لجنه اداب المهنه ايقافه ومنعه من مزاوله المهنه مره. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه على سرعه الاستجابه. نشكر فعلا هي دي الوظيفه الاصليه للمتحدث الاعلامي يا جماعه، انه يكون حاضر بقوه، وانه لما تكون في قضيه مطروحه بيتابع معانا. احنا يعني مشكورا الجهد ده مشكور. انا عايزه اشكرك يا ميري، يعني طبعا احنا بعد تعزياتنا ليكي احنا عايزين نشكرك على انه انتوا خدتوا خطوه ايجابيه، لانه احنا عارفين ان الحالات دي بتحصل كل يوم في اماكن كتيره، والناس بترضى باللي حصل وبتمشي وبتنصح. انا عايزه يعني عايزه اشكر بابا وماما عشان هم اللي ربونا، ما دام ليا حق مش هسيبه، هو اللي ربنا على كده بقاء لله ربنا. بس انا في حاجه تاني، ان في كذا حاله انا بعدها عرفت ان في حاله قبل بابا بيومين في مركز تاني اشاعه برده، يعني برده حصل. حضرتك تواصلي مع المكتب ويا ريت الحالات دي تجمعيها. لان انا جمعت يعني انا مشكورك. فالصراحه انا كصيدلانيه احنا المفروض بنطلب من شركات الادويه، بنطلب من شركات الادويه الصبغه. المشكله ان احنا هي ناقصه بقى لها فتره من الشركه، هي تصرف بديهي جدا يعني كان ممكن يتعمل، كان ممكن ينقذ حياه مريض. انا بشكرك شكرا جزيلا. تعبتوا خالص. وبنبلغك تعزياتنا مره ثانيه، وتعزياتنا لكل واحد. احنا ده مش بنقول ان ده معناه انه الاطباء كلهم عندهم الاخطاء دي ولا اي حاجه معممه، لكن احنا عايزين نتعامل بوعي، ولا قدر الله لما يحصل ده لازم ناخد حقنا، لاننا بنحمي ناس تانيين بعدنا. بعد الفاصل معانا معالي الوزيره المحبوبة وزيرة الهجرة الأستاذة نبيلة مكرم عبيد بعد الفاصل.